بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. نكمل قصة سيدنا أبينا آدم عليه السلام مع إبليس، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى علمه كل أسماء الكائنات الحية الموجودة، وعلم آدم أسماء كلها، ثم عرضهم على ملائكته فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فلما عرفت الملائكة فضل آدم في إنه حفظ أسماء كل الكائنات الحية على وجه الأرض، من بشر، جمادات، حيوانات، حشرات، الى يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يعرفني بالاسم، ويعرفك ويعرف كل واحد، وشافنا وشاف صورنا كمان كما قلت في احاديث سابقه. فعرفوا فضل ابينا ادم في العلم وفي المنزله، فده كان تهيئه من الله سبحانه ربنا العالمين انه ما يامرهم بالسجود له اسجدوا له، والسجود لابينا ادم سجود تكرمه وسجود تحيه كما كان في الامم السابقه، كما سجد اخوه يوسف ليوسف عليه السلام، وليس سجود عباده. وعصى ابليس عليه السلام ولم يسجد، فكانت وتحدى رب العالمين، لانه كان بيحقد على ابينا ادم حقد شديد جدا من ساعه ما شافه وهو في هيئته الطينيه. ربنا سبحانه وتعالى جعل ابانا ادم في هيئته الطينيه 40 عاما، كان بيخش كل يوم يركله ويدخل في من فمه ويطلع من الدبر ويخرج من الدبر ويدخل في فمه ويركله ويضربه، يعني يركله يعني يضربه بالشلاليت من كثره او شده حقد ابينا ابليس على ادم. فلما ربنا سبحانه وتعالى امر ابونا ادم فسجد، فقلنا الملائكه اسجدوا فسجدوا، وقلنا الملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا ووضحنا كلمه استكبر، قلنا ان استكبر معناها هو قال انه قال انا خير منه، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ظنا منه ان الطين افضل عند الله من النار، لان النار افضل من الطين. لكن هذا قياس فاسد كما قال العلماء، وان الطين لأن النار ليست أفضل من الطين. النار من خاصها أنها الحرق الإحراق، وليست مستقرة، والطين مستقر، الطين الذي يخرج منه النماء والزرع. فالطين ما فيش منه أذى، بالعكس بيطلع، لكن النار كثير من النار بتحرق، يعني هي بتنير، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعلها لعذاب الكفر يوم القيامة. فهو متكبر. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. القصة إيه بقى؟ قصة يعني أبونا آدم دخل الجنة، ربنا سبحانه وتعالى قال له كل من كل شيء إلا هذه الشجرة. العلماء قالوا الشجرة هي السبلة، بعضهم قالوا الشعير، بعضهم قال التفاح، على اختلاف من العلماء. لكن مش مهم ما هي نوعية هذه الشجرة، وكان مهم كان ربنا سبحانه وتعالى سماها. ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر شيء على الأعم ولا يذكر له اسم، معنى كده أنه هذا لا يهم، ففي أهمية للبشرية كان ربنا ذكره. لكن العلماء اجتهدوا، يعني أخذا من كتب أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، بعضهم قال إنها السبلة، بعضهم قال إن هي الشعير والتفاح، أيا كان يعني. فابليس حاول، ابليس كان مطرود ومسخ وطرد بره الكتاب، فكان عشان يوسوس لابينا ادم لازم يخش الجنه، فحاول يخش الجنه بشتى الطرق لم يستطع. كل ما يستاذن حيوان كانت الجنه مفتوحه، وكثير من الحيوانات بتخش الجنه، جميع انواع الحيوانات كانت موجوده في الجنه. فكان الشيطان يتودد لكل هذه الحيوانات ويطلب منهم ان يدخلوه، ويقول لهم انه سيكون يعني خادم لهم وهيعمل لهم ويسويهم. فكانت الحيوانات كلها بترفض وتقول له انت كفرت بالله وطردت، فلا ندخلك الجنه ابدا. فالا الحيه، لما جاء عن بعض العلماء عن كتب اهل الكتاب، فقال الحيه ادخليني واعطاها ذمه وعهد. فقالت له ماشي، فدخل في فم الحية. وده يوريكم ان ابليس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اذا تساءب احدكم فليغزمها ان استطاع، فان لم يستطع فليضع يده اليسرى على فمه حتى لا يدخل الشيطان من فيه. الشيطان بيخش من الفم، ممكن يخش ما يطلعش ويحصل لبس الشيطان. فهو دخل في بق الحية، حية الشيطان بيتشكل، يستطيع ان هو حجمه يكبر وحجمه يصغر. فدخل في بق الحية وخبته ودخلت الجنة ودخلته،
وبعدين طلع من بقها. و طبعا سيد ابونا ادم يعني لم يتصور ان ابليس استطاع ان هو يخش الجنه. فقال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ وفي روايه اخرى فقاسمهما اني لكما من النصحين. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال ان الرسول سبحانه وتعالى لم ينهك عن الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. شوف اغواء الشيطان بيكون ازاي وتزيين الشيطان للمعصيه بيكون ازاي. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما نهكوش عن الشجره دي الا لانه ان لو انتوا كنتوا منها هتنالوا الخلود ومش هتموتوا ابدا او هتتحولوا تبقوا ملكين. فعشان كده ربنا مش عايزكم تبقوا ملكين ومش عايزكم تبقوا مخلدين، فعشان كده نهاكم عن هذه الشجره. فقاسمهما اني لكما من النصحين. يبقى لما تلاقي وسوسه وتلاقي الشيطان بيقول لك عشان هيحصل كذا ويحصل كذا، اعرف ان هذا تزيين من الشيطان. يعني الشيطان لما بيوسوس لازم يحط لك اسباب ويحط لك دواعي، يقول لك هتعمل كذا وهتبقى ويحط لك تبريرات يبرر لك المعصيه. فالشيطان هنا بيبرر لابينا ادم، يقول له ايه؟ هو مش عايزك تبقى خالد او مش عايزك تبقى ملك انت ومراتك. فقاسمهما اني لكما من الناصحين، وحلف لهم، حلف لهم بالله سبحانه وتعالى. فطبعا ابونا ادم لم يظن ان يقسم بالله سبحانه وتعالى كذب ابدا، لم يظن ان هو يقسم بالله سبحانه وتعالى كذب. ف بدا ابونا ادم يعني عقله يودي ويجيب، فان هو ايه يفكر ان هو ياكل من الشجر. ازاي مخلوق يقسم بالله كذب في الجنه؟ هو ما يتصورش كده. فدلهما بغرور، فغر يعني دلهم بغرور، يعني خلاهم غرهم بكلامه. فشوف بقى ايه اللي حصل. كما قال القرطبي وغيره من بعض المفسرين ان حواء كانت اخسر غوايه من ابينا ادم للشيطان. فقال له طب تعالى يا ادم نجرب. قال لها مش ربنا نهانا؟ ازاي نجرب؟ عشان كده اللي بيقال ان يعني ان حواء اخرجت ابينا ادم من الجنه، هذا القول فيه شيء من الصحه. يعني مش قالوا ده مش خطا 100% كما قال المفسرون. طبعا هذا الكلام نقل عن اهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، فاحنا نقول هذا الكلام استئناسا. فقالت له طب ما تيجي نجرب. قال لها ربنا نهانا يعني ازاي؟ قالت له طب بص انا هاكل الاول، جرب فيا انا، لو ما حصلليش حاجه يبقى انت كمان تاكل. قال طيب. فاكلت امنا حواء رضي الله عنها وعليه السلام، فلم يحدث شيء. وهذا استدراج من رب العالمين، امتحان بعدم تعجيل العقوبه. حتى بعض العلماء قالوا ان ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى ما عاقبهمش الاثنين مع بعض، يعني ان هو حذرهم الاثنين مع بعض. فتحذير. وده برضو خلي بالكم درس ان صح هذا الكلام، يعني ان الانسان يخلي باله. انا طبعا لا حاشا لا ان اقدح في حواء رضي الله عنها، ولكن شياطين الانس اخطر من شياطين الجن. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابي هريره استعذ يا ابا هريره من شياطين الانس، لان شيطان الجن شيطان الانس بيبقى في صوره شبهك يعني صاحبك ويزين لك المعصيه فخليك تقع في مسؤوليه اخطر عليك من شياطين الجن. هم كثير الان، هم الان كثير. فحواء اكلت وما حصلش حاجه، فقالت له ناكل بقى شوف انا ما حصلش حاجه كل بقى ادم. فاكل ابونا ادم من الشجر، فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما. ولما اكل منها الاثنين عصت المعصيه. فكان العلماء قالوا ايه؟ قالوا كان الاعضاء ربنا سبحانه وتعالى كان مغطي اعضاء ابينا ادم وحواء بنور، فانطفأ هذا النور. عشان كده بيقول ايه؟ فلما اكل منها بدت لهما سوءاتهما
يعني يعني ظهرت قدام عورته، لقى عورته عورته باينه قدامه، ولقى وشاف عوره حواء وهي شافت عورته. طبعا ابونا ادم عليه السلام فطرته سليمه وامنا حواء ايضا، فشافوا شيء مكروه فجروا فطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنه، يعني جم بسرعه جوا واخدوا يقطعوا من ورق الشجر ويغطوا العوره بتاعتهم قدامهم عشان ما يشوفوهاش. وده يوريك كراهه ان الانسان يرى عورته. عشان كده حتى العلماء قالوا ان يعني ما يكره ان الانسان يرى عوره حتى زوجته، ما نقولش حرام، لكن ابونا ادم لما شاف عورته وشاف عوره حواء ما قدرش يتحمل. ده يوريك الفطره. عشان كده لكن الانسان ما يبصش على عوره زوجته لان جايز ان هو يكرهها، لان اسمها عوره انها شكلها مش حلو. فاتقى يخسفان عليهما من ورق الجنه. فحتى العلماء قالوا تفصيله جميله جدا في الحته، قالوا ايه؟ قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى المراه اللي ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليها يعريها. لما تتعرى المراه الا بمعصيه، فالمراه اللي ربنا سبحانه وتعالى يمنحها من العفاف والحجاب هي امراه مغضوب عليها، لان التعري لا ياتي الا من تجد معصيه، فهي عملت معاصي ثانيه فربنا فمن اسم المعصيه ان ربنا سبحانه وتعالى اوقعها في معاصي اخرى اللي هي العري، لان المراه لما بتتعري تبقى رخيصه فخلاها رخيصه في عيون الناس نتيجه المعاصي الثانيه اللي هي عملتها. فربنا سبحانه وتعالى طفأ النور، لان لا يوجد نور مع المعاصي، فتعرض فطفق خسفان عليهما من ورق الجنه. ونادى هما ربهما الم انهكما ان تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. في سوره البقره فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه قل اهبطوا بعضكم لبعض العدو. فازلهما الشيطان عنها معنى كده ان المعصيه ذل، فازلهما يعني ربنا يعني الشيطان وقعهما في ذل المعصيه والعياذ بالله. فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. عشان كده ربنا قال في سورة أخرى القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تظمأ ولا تضحى. أنا هديك كل المميزات، لا هتشتغل ولا مطلوب منك شغل ولا هتتعرى، اللبس من الجنة، الأكل من الجنة، الشراب من الجنة، كل شيء من الجنة، ولا هتحر ولا في شمس. فوسع فيه الشيطان فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. فبتاخد عشان تاخد كمال القصص تاخد من كل هذه القصة ذكرت بصور مختلفة في كثير من الصور، فبتجمع الصور عشان تعرف تفاصيل هذه القصة. فأكل منها فبدت لهما فطفق ونادى هما ربهما أنا منهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكما عدو مبين. انا مش نايتكم قلت لكم ان الشيطان لكم عدو مبين مش هيسيبكم. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فده تفسير قول الله سبحانه وتعالى. شوف القران بيفسر بعضه ازاي في سوره البقره. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. عشان كده ايه الانسان لا يستطيع ان يتوب الا اذا اذن الله لهم في التوبه. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي الهم ابانا ادم بالتوبه. فتلقى من ربه كلمات فتبع. ايه الكلمات اللي هي ذكرت في سوره الاعراف؟ سوره الاعراف بتشرح سوره البقره. ايه الكلمات دي؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الجمله من هذه او هذه الصيغه من اعظم صور الاستغفار، لان قالها ابونا ادم وغفر الله له بها. فلما تعمل معصيه قل ربنا ظلمت نفسي ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض. فلما حصل اكلت المعصيه حصلت المعصيه وربنا نزع الثوب وتعرى ادم امام زوجته ونفسه، وناداه ربنا سبحانه وتعالى في روايه من روايات او في كتب اهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب ان ابانا ادم جرى في الجنه. قال يا ادم فجرى ابونا ادم في الجنه وكان رجلا طوالا، يعني كان رجل طويل جدا. ابونا ادم كان طويل جدا، كان طوله 60 ذراع يعني حوالي 45 متر، كان عرض صدره 7 اذرع،
وكان له شعر طويل جدا، فشبك شعره في شجرة من شجر الجنة، فالشعر اتشد في شجر الجنة، فوقف آدم ما يقدرش يجري، بيحاول يجري مش قادر يجري، الشعر شبك في الجنة، شبك في الشجرة. فقال له رب العالمين: أتفر مني يا آدم؟ قال: يا رب أفر حياء منك، أفر حياء منك. فربما هذه الواقعة أو هذا الكلام حدث قبل أن ربنا سبحانه وتعالى يهمه بهذا الكلام. فلما ربنا سبحانه وتعالى ألهمه بهذا الكلام، فقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. في آية في سورة الأعراف قال اهبطا في سورة طه، وهنا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومطار. فسر العلماء ده إيه؟ اهبطا الكلام هنا لآدم وحواء إن هما مختصين، لكن في آية تانية قال اهبطوا، ورماء قالوا ايه؟ كلمة اهبطوا هنا مش بس لأول لآدم وحواء، ده لآدم وحواء والحية وإبليس، يعني الأربعة موجودين في الجنة دلوقتي. فهبط أبونا آدم وهبطت أمنا حواء، يقال إن أبونا آدم نزل في الهند، يقال في مكان ما في الهند ونزل معاه. فأبونا آدم لما نزل من الجنة كان حزين جدا ومحصور، فأخذ معاه بعض ورق الجنة في إيده عشان تبقى زي مثلا تذكار أو حاجة، فنزل في 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 في, في الهند. فعشان كده بعض العلماء بيقول لك إن الهند معروفة قوي بالعطور، لأن أبونا آدم نزل معاه ورق الجنة من الجنة فيها، فانتشر هذه الرائحة في العيد، فأصبح أو زرع هذا الورق هذه الأوراق في أرض الهند، فنبت فأصبح أحسن عطور وأحسن روائح في الهند. ونزلت حواء، يقال الله أعلم في مش فاكر بالضبط فين، الشيطان الثاني، لكن في مكان بعيد يعني، ربما في الأردن، ربما في دولة في عمان، حاجة زي كده، في حتى أحد الدول العربية أنا مش فاكر بالضبط. فتقبلوا مع بعض، يقال أنهم تقبلوا عايزوا يبحثوا عن بعض، كل واحد منهم ربنا سبحانه نزلهمش مع بعض، ربما هذا من نوع من أنواع العقاب، أنا مفرقهم عن بعض. فنزل أبونا آدم ونكس رأسه، ده يوريك يعني ذل المعصية، حياء من الله سبحانه وتعالى، وعامل دماغه كده وماسك ورق الشجر في ورق الجنة في إيده، ومشبك إيديه كده ونازل في السماء. ومن حواء نزلت بعيد عنه في حتة مكان تاني، ونزل إبليس عليه لعنة الله أيضا، ونزلت الحية، ويقال برضو إنها نزلت في كازاخستان أو حاجة زي كده، مكان يعني معروف فيه كسرة الحيات، مكان اللي هو فنزلت وتكسرت هناك، عشان كده البلد دي اللي نزلت فيها الحية دي أصبحت هي معروف إنها أكثر مكان في حيات. ونزل إبليس أيضا، فأبونا آدم نزل وقعد يدور على أمنا حواء، وقال إنهم تقابلوا عند جبل عرفة، فسمي جبل عرفة لأنهم يعني عرفوا بعض هناك، والله أعلم يعني، أو وقال إنهم قابلوا بعض يوم عرفة، يعني ما قابلوش بعض على طول، قعدوا يدوروا على بعض مدة في الأرض لغاية ما قابلوا بعض في يوم عرفة، فسمي هذا يوم عرفة بسبب إن أبونا آدم عرف أمنا حواء يوم عرفة. ونزلوا كلهم ونزل إبليس ونزلت الحية، ويقال إن الله سبحانه وتعالى مسخ الحية عقابا لها، وجعلها من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، وقال إن هي كانت لها أرجل، يعني هنا لما دخلت إبليس وخبته في فمها كانت لها أرجل بتمشي عليها، ربنا سبحانه وتعالى مسخها ونزع الأرجل فأصبحت تحبي أو تسحف، كل الحيات بتسحف. عشان كده العلماء قالوا الحيات الملتوية اللي بتسحف كده وهي ملتوية هذه شياطين، لأن الحياة خائنة وهي اللي أخفرت زمية إبليس ودخلت فوقها ودخلت بيه، فهي في كثير من صور الحياة بتكون هي الشياطين في صورة حياة. قالوا الحياة اللي بتكون ملتوية بتكون شيطان، الحياة اللي بتكون مستقيمة بتمشي غير ما تلتف كده وتعمل كده تسحف وهي ملتوية، يبقى دي ربما تكون جن مسلم، ربما تكون جن مسلم. فالحيات هي جن، معظمها جن او حشائش، كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الحيات الجن ثلاث: حيات وحشائش واشكال لها اجنحه بتطير ومحدش بيشوفها، حشائش في الارض،
فالجن اما انه جن مسلم او جن كافر. الجن المسلم بتبقى عباره عن حياه بتمشي من غير ما بتلتوي، الجن الكافر بتبقى حياه ملتويه لكن ما فيش رجلين، ربنا مسخها وعاقبها بنزع رجلين، واصبحت الحياه ملعونه من الخمس فواسق التي تقتل في الحل وارحام، لان ربنا مسخها ونزلها من الجنه، حرم عليها ايضا الجنه، ونزلت في مكان ما في كازاخستان او كذا، فاصبحت هذه البلد معروفه بكثره الحياه. فممكن تبحثوا في النت في هذه القصه، هتعرفوا اسم البلد اللي نزلت فيها الحياه، اللي اصبحت مشهوره بالحياه، كما اصبحت الهند مشهوره بالعطور بسبب ان ابونا ادم نزل معاه ورق الشجر من الجنه. نزل ابونا ادم للارض وبدات قصه ابينا ادم في الارض. وقال ان هو لما نزل استوحش، لانه كان بيسمع اصوات الملائكه وهو في السماوات وهو بينزل، فحس بوحشه شديده جدا وحزن لما نزل الارض، لان الارض كانت فاضيه ما فيش حد. فاوحى الله اليه سبحانه وتعالى وقال له: اتريد ان تسمع ما كنت تسمع يا ادم؟ قال: نعم. قال له: ابني لي بيتا في، فربما ابونا ادم بعد ما قابل حواء في مكه عند جبل عرفه او عند عرفه او في يوم عرفه، فربما ابونا ادم قابل حواء عند جبل عرفه ثم جبل عرفه، وربما قابلها يوم عرفه ثم يوم عرفه، على اختلاف اقوال العلماء. فقال له: ابني بيت لي، هتسمع عنده اللي كنت بتسمعه وانت في الجنه او وانت نازل في السماوات، لان ملائكه هتنزل تحج وهتنزل تطوف حوالين الكعبه اللي بعد ما هتبنيه. ففعلا بدا ابونا ادم وبنى الكعبه في مكه عشان يشعر بنفس الطمانينه والعباده واللذه اللي كان بيشعر بيها وهو فوق في الجنه، وهو فوق عند رب العالمين. دي قصه باختصار قصه ابينا ادم في الجنه مع امنا حواء. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.